الدكتورة هدى عبد الله العباد، وهي أستاذ مشارك في الجغرافيا المناخية، وكيلة التطوير والجودة في معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها بجامعة نورة، لها اهتمامات بأبحاث التغيرات المناخية. فنعطي لها الوقت، وأمامك يا دكتورة 20 دقيقة بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بداية أوجه شكري وعظيم امتناني للهيئة العالمية للإعجاز العلمي للقرآن والسنة، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله المصلح على اهتمامه وما يقدمه، وكافة العاملين معه من جهود عظيمة في نشر الحقائق العلمية للإعجاز العلمي لآيات الله في القرآن والسنة، وما يترتب على ذلك من لفت انتباه العالم أجمع إلى معجزة هذا الدين العظيم. كما أشكر أيضاً للشيخ إتاحته الفرصة لي للمشاركة في هذا المؤتمر العالمي، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لعرض مشاركتي فيما يحبه ويرضاه، وبما يعود من بالنفع على الحاضرين في دينهم ودنياهم. اعترافاً لأهل الفضل بفضلهم، فإني أيضاً من هذا المنبر أتقدم بوافر الشكر والعرفان لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور توفيق علوان، أستاذ التفسير وعلوم القرآن وأستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، على جهوده معي في مراحل إنجاز هذا البحث من توجيه ومشورة وتأييد، وقد كنت قد استشرته في موضوع هذا البحث، وإني أشعر بوجود إعجاز علمي في هذه الآية والصبح إذا تنفس، فأيدني على ذلك، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان أعماله يوم القيامة. كما أوجه شكري وعظيم امتناني لجميع الحضور من أساتذة وعلماء ومشايخ وفضلاء، فلهم مني كل التقدير والامتنان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه المشاركة. يقول الله سبحانه وتعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. فالمسلم مأمور بالنظر في الكون الذي هو كتاب الله المسطور، المسلم مأمور كذلك بتدبر آيات الله الكريمة بما حباه الله من ملكة العقل والفكر. وهذا البحث الذي نسوقه حول هذه الآية الكريمة والصبح إذا تنفس، ما هو إلا تجاوب مع الدعوة القرآنية الكريمة بالنظر والبحث في الآفاق. وفي هذا البحث استوقفتني آية في كتاب الله، فشعرت وأيقنت أن هذه الآية تحوي إعجازاً عظيماً لإشارتها لأمر لم يكتشف ولم يعرف إلا منذ عهد قريب. فعكفت على دراسة هذه الآية وما تضمنته من نواحي إعجازية بحثاً عن الأسرار والإعجاز العلمي فيها، وقد ساعد على ذلك كوني متخصصة في علم الجغرافيا المناخية، وكثيراً ما كانت تستوقفني الآيات التي تتحدث عن الكون وتحث الإنسان على النظر والتفكر في مخلوقات الله، وهي كثيرة في كتابه الكريم. اختلف المفسرون من أهل اللغة والمفسرون وأهل التفسير في تفسير هذه الآية، منهم الأصفهاني والزمخشري وابن منظور وغيرهم، وعلماء التفسير الضحاك والشيخ بن سعدي والشيخ بن عثيمين، وهو ما ترونه أمامكم في هذه الشرائح. وخلصت من هذا الاختلاف إلى أن هناك من أيد، أو عدد كبير من المفسرين المعاصرين أيد عملية تنفس الصبح، وهو صاحب الظلال الذي فسرها بأن الصبح حي يتنفس، أنفاسه النور والحياة والحركة التي تدب في كل حي،
ورؤية الفجر تكاد تشعر القلب أنه بالفعل يتنفس. دعونا نشاهد عملية التنفس من الناحية الفسيولوجية. في الواقع لو نظرنا إلى عملية التنفس نجد أنها عبارة عن مجموعة من العمليات التي تمكن الجسم من الحصول على حاجته من الأكسجين وتخلصه من ثاني أكسيد الكربون. فالشهيق والزفير نعمة من نعم الله تعالى، ولولا وجود هذه العملية، بل لولا وجود الوسط الغلافي، الوسط اللي هو الغلاف الهوائي الذي يحتوي في بعض مكوناته على الأكسجين الذي تستنشقه الكائنات الحية لما بقي كائن على وجه الأرض. هذا يدعونا إلى التساؤل، ما هي مكونات الغلاف الجوي؟ يتألف الغلاف الجوي كما هو معلوم للجميع من مجموعة من الغازات الرئيسية ومن الغازات الفرعية وأيضا من الغازات التي تصل أو تقل بنسب ضئيلة جدا، بالإضافة إلى الهواء الجاف يوجد هواء رطب من بخار الماء وغيره. يتحرك الهواء تحركا أفقيا نتيجة اختلاف الضغط الناتج عن اختلاف الحرارة من منطقة إلى أخرى. هذا الهواء ومكوناته يتحرك حركة أفقية ويتحرك حركة رأسية. الحقيقة العلمية لعملية التنفس وبيان وجه الإعجاز فيها. قبل أن نتعرض إلى الحقيقة العلمية لعملية التنفس نشير أولا إلى أن هناك اختلافات كبيرة بين الهواء الجوي في الليل وفي النهار. كما هو أمامكم في الشريحة نجد اختلاف في درجة الحرارة بين الليل والنهار، وهذا طبعا يرجع ذلك إلى اختلاف درجة الاختلاف طبعا الشمس أو اختلاف ظهور الشمس بين الليل والنهار. فالشمس تشرق وتخرج أثناء النهار بينما تغرب أثناء الليل. يتكون ضغط منخفض أثناء النهار نتيجة ارتفاع درجة الحرارة على سطح الأرض. يحدث العكس أثناء الليل، يتكون ضغط مرتفع. حركة الجزيئات الهواء الجوي أثناء النهار تزداد نتيجة لوجود طاقة، لوجود أشعة الشمس، فترتفع مستويات الطاقة فيها، وعندما يخيم الظلام تنخفض الطاقة. الانكماش الملحوظ في سمك طبقات الحماية في الغلاف الجوي للأرض ليلا وتمددها نهارا يؤدي إلى زيادة قدرتها على حماية الأرض بالنهار عنها بالليل. إذن طبقات الحماية لها دورها أثناء النهار بينما يغيب دورها أثناء الليل. أعلى نسبة من غاز الأوزون موجودة في الجو عند الفجر وتقل تدريجيا عند طلوع الشمس. هناك الكثير من الأنشطة على سطح الأرض تحدث نهاراً وتبطئ ليلاً، مثل عملية التمثيل الضوئي التي تحدث مع شروق الشمس وينتج عنها الأكسجين. سرعة الرياح تنشط خلال النهار بينما تهدأ الأحوال الجوية ليلاً. استقرار الهواء بالليل نتيجة وجود ضغط مرتفع عليه، بينما في النهار يتحرك ويرتفع ويتمدد نتيجة لارتفاع درجة الحرارة. إذن هناك اختلافات. إذن ما هي الحقيقة العلمية؟ ما هي الحقيقة العلمية في آية والصبح إذا تنفس؟ يقسم الله سبحانه وتعالى بقوله والصبح إذا تنفس، والواو هنا للقسم، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. أقسم الله سبحانه وتعالى بالصبح لعظم وقت الصباح، كما أن المواد اللازمة للتنفس لا توجد في الهواء إلا خلال هذا الوقت، مما يدل على حكمة الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت علمياً كما قلنا في الاختلافات بين الليل والنهار أن غاز الأوزون تزداد نسبته خلال هذا الوقت، كما أن خلال وقت الصباح تبدأ عملية في غاية التعقيد اللي هي عملية التركيب الضوئي، حيث تأخذ النباتات غاز ثاني أكسيد الكربون وتطرح غاز الأكسجين الذي بدونه تنتهي الحياة. وقد أشرنا إلى التغيرات التي تحدث بين هواء الليل والنهار من ناحية الحرارة والضغط الجوي والنقاء وتركيز الملوثات. إذن ما هي الحقيقة العلمية؟ في الليل، في الليل الذي يسبق الصباح تتم فيه عملية تنفس لجميع الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات. تستمر أيضا هذه العملية أثناء الصباح،
فهي مستمرة ما دام الكائن الحي على قيد الحياة، فتسحب الكائنات الحية الهواء النقي وتطرد الهواء الفاسد من الرئتين، وهذا ما يعرف بعمليتي الشهيق والزفير، وهذه حقيقة علمية. مع دخول وقت الصباح الكائنات كانت نائمة وتتنفس، واستيقظت الصباح وهي أيضا تتنفس. مع دخول وقت الصباح ترتفع درجة الحرارة مع شروق الشمس، فينخفض الضغط الجوي للهواء الملامس لسطح الأرض نتيجة ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض، فيرتفع الهواء الساخن إلى أعلى حاملا معه الهواء الملوث، وهو مشبع بثاني أكسيد الكربون وملوث بتنفس جميع الكائنات الحية. وعندما يرتفع الهواء الساخن فإنه يرتفع على شكل تيارات هوائية صاعدة، وتتشتت الملوثات بسرعة وتتفرق على مساحات واسعة، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده. وعندما يصل الهواء إلى طبقات الجو العليا يبرد ويثقل، ثم بعد ذلك ينزل على شكل تيارات هابطة ويحل محل الهواء الساخن الذي ارتفع. الهواء الهابط البارد الذي هبط يمتاز بنقائه ويساعد على ارتفاع نسبة غاز الأوزون في الجو في هذا الوقت، مما يساعد على عملية التنفس لجميع الكائنات الحية، فتدب الحياة والنور لجميع أنحاء المعمورة. فلهذا فتدبر. هنا حقيقة أو إشارة لحقيقة علمية، الأجسام في الهواء تفقد من وزنها مقدارا يساوي وزن الهواء الذي يزيحها، كما توصل إلى ذلك العالم أرخميدس في قانونه الطفو، وقد سبق القرآن الكريم باكتشاف هذا التحرك في السوائل والغازات، مما يدل على معجزة هذا الكتاب. بيان وجه الإعجاز. في بداية ظهور الشمس في الأفق، وهو ما يسمى بالصبح أو الصباح أو النهار كما ورد في تفسير المفسرين وآرائهم حول عملية تنفس الصبح، فالصبح عندما يتنفس فإنه يتنفس الهواء البارد الهابط النقي ويدفع بالهواء ويدفع بالهواء الملوث نتيجة لاستقراره طوال الليل قريبا من سطح الأرض، وما يحمله من ثاني أكسيد الكربون الناتج من عمليات تنفس الكائنات الحية على وجه الأرض، وكما أن عملية التنفس الفسيولوجية لازمة لاستقرار الكائنات الحية على وجه الأرض، فإن عملية تنفس الصبح أيضا ضرورية لاستمرار حياة هذه الكائنات الحية، لأنها تسحب الهواء النقي البارد إلى سطح الأرض وتدفع بالهواء الملوث الدافئ إلى أعلى وتنشره وتفرقه. تم التوصل مما تقدم إلى نتائج مهمة. أولاً، إعجاز القرآن الكريم في دلالته على حركة الهواء الصاعدة والهابطة والأفقية الناتجة عن اختلاف الضغط الجوي الناتج عن اختلاف الحرارة، حيث ثبت أن للهواء وزناً وثقلاً، مما يؤدي إلى حركة الرياح من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض عند سطح الأرض وبالعكس في طبقات الجو العليا، وقد وضعت قوانين وقياسات لم يتوصل لها أو لم يتوصل لها الباحثون إلا في سنة 1644 على يد العالم تورشلي الذي أثبت أن للهواء وزناً، في حين وردت إشارات واضحة لحركة الهواء في القرآن الكريم، وهي معجزة ناطقة في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثانياً، ثبوت حقيقة علمية محسوسة، وهي أن النهار أو الصبح ما هو إلا رئة كبيرة تتنفس تنفساً حقيقياً، وأن أنفاسه ما هو إلا حركة جزيئات الهواء بصورة دائمة صعوداً أو هبوطاً نظراً لارتفاع مستويات الطاقة نهاراً وانخفاضها ليلاً. ثالثاً، تبين من سياق الآية الكريمة فائدة معجزة إضافية، ألا وهي ضرورة احتواء الغلاف الجوي على الأكسجين الذي تستنشقه الكائنات الحية ليدخل مع هواء الشهيق قائماً بدوره الحيوي في تنقية الدم وغير ذلك من مهامه الحيوية. رابعاً، أشارت الآية الكريمة إلى أن ساعات النهار الأولى أكثر نقاءً وأقرب
وأقرب حياة، وقد تبين ذلك من تفاصيل البحث، وهي نفيسة جدا فلتراجع، كارتفاع نسبة غاز الأوزون وعملية التمثيل الضوئي للنبات، وهي من معقدات العلوم التي لم يكن العالم يعرفها على عهد نزول القرآن الكريم ولا بعده بقرون. أشارت الآية إلى معان لطيفة تتبين في ثنايا النظم الكريم، وهي وجود وزن للهواء لما تقدم من الطبيعة الخاصة بالهواء الملامس لسطح الأرض، حيث يكون باردا ثقيلا بينما يكون خفيفا ساخنا حالما ارتفع إلى طبقات الجو العليا، ولا يكون النفس إلا بالحركة الدوارة بين هذين الصنفين من الهواء، هواء ساخن وهواء بارد، وهو أمر دقيق فتدبر، فيستطيع كل منكم أن يضع يده على أنفه وثم بعد ذلك يتنفس ويحس بالهواء وهو يخرج ساخن وهو يدخل بارد. أشارت الآية بالتلميح إلى أن الأجسام الموجودة في الهواء تحدث إزاحة بقدر أوزانها كما توصل إليه العالم أرخميدس، ولم يكن ذلك معلوما عند نزول الوحي، مما يدل على سبب القرآن الكريم. إذن نخلص إلى ذلك أن تنفس، أو يتضح مما سبق أن لفظ تنفس الصبح الوارد في القرآن الكريم حقيقة علمية، وأن الصبح يتنفس حقيقة، خلافا لمن ذهب إلى أنه مجاز من أهل التفسير واللغة، وأن الله جلت قدرته اختار هذا اللفظ في القرآن الكريم الذي لو حاول العرب أجمعون إيجاد كلمة بديلة أو مرادفة فلن يجدوا إلى ذلك سبيلا. وهذا يدل على معجزة القرآن الكريم المنزل من عند الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون ممن وفقهن الله لخدمة هذا الدين، وأن يحقق البحث الفائدة المرجوة منه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نشكركم على حسن الاستماع.